FM. الكلمة ليك. أنا الإذاعة هي اللي حلمي، معناتها الإذاعة هي اللي مشيت لها، الإذاعة هي اللي حبيتها، اللي وقفت قدام باب الإذاعة نستنى في دنيا شاوش ساعتين ولا ثلاثة. ماهيش التلفزة هي اللي، التلفزة جاتني بالسهل، معناتها التلفزة جاتني سهلة، معناتها ما جاتنيش صعيبة. اللي نعمل فيه في التلفزة كله بالنسبة لي أنا بونوس 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 في طموحاتي زيادة، معناتها حتى 360 درجة راه ماهيش طاولة وكراسي وقعدنا وكل شيء. انت هكاك معناتها نفدلكوا نفدلكم، نحب نعرف فكرة دلوقتي. فكرة نفدلكم نفدليكا، معناتها ماهيش هيك الحصة اللي ستركتوري ودرا شلون توا، معناتها مشدت روحها شوية. من الأول ما كانتش هكاكا، معناتها وما كانش هدف بالنسبة لي إنه نعمل حصص ونعمل برامج. وحتى وقت اللي نعمل في الإنتاج سنعاون في زملائي، معناتها أي نعاون في زملائي المنشطين باش نعطيهم حاجات. واضح واضح. لكن سؤالي هو ما عندكش الطموح هذا توا؟ توا مش ما عنديش ومانيش متحمس له، معناتها ماهوش ما راهيش انت مرتاح في اللي فيه انت ومرتاح في اللي انا فيه والوقت معبي باللي انا فيه، معناتها ديجا حتى كان باش نعمل باش نقول وقتاش باش نعملها، وقتاش نحضر روحي، وقتاش يلزمك تمشي ترجل شعرك تختار حوايجك تنسق انت تتعارك مع المدير الانتاج اللي معاك تنسق مع الصحفيين نتاعك، فما برشا خدمه. كابافان الكلمه ليك.